السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف حالكم يا شباب؟ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظكم ويكتب لكم ولنا العافية أجمعين. مع بعض النهاردة في أول محاضرة لينا على قناة كلية التجارة على اليوتيوب بعد تعليق الدراسة حرصا من الدولة على عدم تفشي فيروس كورونا، هذا الفيروس المستجد. نسأل الله لنا ولكم العافية. كنا وقفنا مع بعض عند الشروط اللازم توافرها لاكتساب الشركة لصفة التاجر، وعرفنا أن القانون استلزم توافر شرط وحيد لاكتساب الشركة أيا كان غرضها لصفة التاجر، وهو أن تتخذ الشركة أحد أشكال الشركات التجارية المنصوص عليها في القانون. وعرفنا أشكال هذه الشركات التجارية وإن هي 7 أشكال. النهاردة هناخد الشخص الطبيعي، ما هي الشروط الواجب توافرها لاكتساب الشخص الطبيعي لصفة التاجر. واضح أمام حضراتكم على الشاشة أن هذه الشروط 3 شروط، يبقى يجب أن يتوافر في الشخص الطبيعي لكي يكتسب صفة التاجر 3 شروط. الشرط الأول أن يحترف الأعمال التجارية المنصوص عليها في القانون أو بالقياس. 2 أن يكون الاحتراف باسمه ولحسابه. 3 أن تتوافر فيه الأهلية التجارية. نيجي لأول شرط من هذه الشروط، وهو احتراف الأعمال التجارية المنصوص عليها في القانون أو بالقياس. عايزين نعرف إيه في هذا العنصر أو في هذا الشرط؟ واضح عايزين نعرف 3 عناصر فرعية. عايزين نعرف يعني إيه احتراف، وما هو الفرق بينه وبين الاعتياد. العنصر الفرع الثاني عايزين نعرف محل الاحتراف. العنصر الاخير عايزين نعرف صور الاحتراف. اولا يعني ايه احتراف؟ برافو عليك، الاحتراف هو الاستمرار يعني التكرار. طيب هنستمر في ايه ولا هنقرر ايه؟ العمل التجاري. يبقى اذا هو استمرار او قيام الشخص، يبقى الاحتراف هو قيام الشخص على نحو معتاد او بصفة مستمرة ومنتظمة. الاحتراف هو قيام الشخص على نحو مستمر ومتكرر بعمل تجاري لدرجة يصبح معها هذا العمل هو مصدر الرزق الوحيد او الرئيس، مش الوحيد، هو مصدر الرزق الرئيس لهذا الشخص. يبقى الاحتراف هو قيام الشخص بصورة منتظمة ومتكررة بالعمل التجاري على نحو يصبح معه هذا العمل هو المصدر الرئيس لرزق هذا الشخص المحترف. طيب ما هو الفرق بين الاحتراف والاعتياد؟ انا سامع هنا واحد بيقول الاعتياد في تكرار. نعم، يبقى كده ايه الفرق بقى ما بين الاعتياد والاحتراف؟ نعم، الاعتياد يحمل معنى التكرار والاستمرار، لكن الاعتياد لا يحمل معنى الارتزاق. يبقى اذا الاعتياد يحمل معنى التكرار والاستمرار ولكن لا يحمل معنى الارتزاق، يعني العمل اللي انا بعتاده ليس هو المصدر الرئيس لي. يبقى اذا نقدر نقول ان كل احتراف اعتياد وليس كل اعتياد احتراف. نقدر نقول كل احتراف اعتياد وليس كل اعتياد احتراف. نيجي لي محل الاحتراف. نيجي لي محل الاحتراف. محل الاحتراف يجب ان يكون هو الاعمال التجارية المنصوص عليها في القانون او بالقياس. يبقى اذا محل الاحتراف هو يجب ان يكون الاعمال التجارية المنصوص عليها في القانون او بالقياس. وعرفنا
أن الأعمال التجارية المنصوص عليها في القانون نوعين، أعمال تجارية مفردة وأعمال تجارية على سبيل الاحتراف. وعرفنا أن الأعمال التجارية المفردة نوعين في المجالات المختلفة وفي مجال الملاحة التجارية البحرية والجوية. وعرفنا أن الأعمال التجارية المفردة في المجالات المختلفة ثلاثة: شراء المنقول لأجل بيعه أو تأجيره، استئجار المنقول لأجل تأجيره من الباطن، ثلاثة: تأسيس الشركات التجارية. أما الأعمال التجارية المفردة في مجال الملاحة التجارية والبحرية والجوية فأخذنا منها عملين اثنين: شراء أو بيع أو تأجير أو استئجار السفينة أو الطائرة. اثنين: النقل البحري والنقل الجوي. طيب الأعمال التجارية على سبيل الاحتراف قلت لحضراتكم ان هم 16 عمل، بس احنا قسمنا هذه الاعمال الى 4 مجموعات وخدنا عمل وحيد لكل مجموعة من هذه المجموعات، يعني 4 اعمال فقط اللي هي مقررة علينا في الاعمال التجارية على سبيل الاحتراف. وهذه الاعمال هي، ها حد فاكر؟ نقول مع بعض: السمسرة، 2 الاستخراج، 2 الاستخراج او العمليات الاستخراجية، 3 برافو عليك، تشييد او شراء العقارات المبنية بقصد بيعها او تأجيرها، نعم اشتراء تأسيس او شراء العقارات المبنية بقصد بيعها او تأجيرها. العمل الرابع، حد فاكر؟ يبقى احنا خدنا قلنا مقاولات الانتاج هناخد فيه العمليات الاستخراجية، مقاولات البيع هناخد فيه شراء العقارات المبنية بقصد بيعها او تأجيرها، مقاولات الخدمات هناخد فيه النقل البري والنقل في المياه الداخلية، مقاولات التوسط هناخد فيه السمسرة. طيب نيجي ليه تنوع صور الاحتراف، نيجي ليه تنوع صور الاحتراف. 1 استطار شخص خلف شخص اخر، يعني هناك شخص ظاهر امام الغير كما لو كان هذا الاحتراف باسمه والحساب، ولكن في حين ان هذا الشخص يمارس العمل التجاري باسمه والحساب الشخص المستتر. يبقى انا عندي دلوقتي شخصين، شخص ظاهر وشخص مستتر. حكم القانون في هذه الصورة ايه؟ ان المستتر والظاهر يكتسب صفة التاجر، المستتر والظاهر يكتسب صفة التاجر. 2 ادعاء او انتحال شخص احتراف الاعمال التجارية على غير الحقيقة، يعني اذاع في الصحف او في النشرات او في القنوات انه تاجر وانه محترف الاعمال التجارية على غير الحقيقة، هو ليس محترف الاعمال التجارية ولكنه ادعى ذلك. القانون بيقول حماية للوضع الظاهر بيعتبر هذا المنتحل تاجر الى ان يثبت عكس ذلك، يعتبر هذا المنتحل تاجر الى ان يثبت عكس ذلك. الصورة الثالثة تعدد حرف الشخص، يعني الى جانب الحرفة التجارية توجد حرفة مدنية، يعني عندي تاجر ومزارع، هل كونه مزارع يحول دون اكتسابه صفة التاجر؟ لا، اذا تعددت حرف الشخص الواحد طالما ان الحرفة التجارية هي المصدر الرئيس لرزق هذا الشخص ومستقلة، نركز جدا، هي المصدر الرئيس ومستقلة عن الحرفة المدنية، كان هذا الشخص تاجر، كان هذا الشخص تاجر. نعم. 4 هل يشترط توافر رأس مال معين لكي يكون الشخص محترف؟ هل يلزم أن يبدأ الشخص التجارة برأس مال معين حتى يكون تاجر؟ الإجابة لا، برافو عليك، لا يشترط توافر قدر من رأس المال
لكي يكون الشخص محترف. يعني احنا قلت لحضراتكم ان الراجل اللي بيبيع الادوات الدراسية داخل المترو، او الراجل اللي فارش على الرصيف وبيبيع اقلام او غير ذلك، ده تاجر. طبعا معلوم ان رأس المال بتاعه زهيد، باين من محل التجارة بتاعته ان رأس المال المستثمر في التجارة زهيد، وبالتالي هو تاجر. بس خد بالك بقى، القانون قال اصحاب الحرف الصغيرة، اصحاب التجار، اصحاب الحرف الصغيرة لا يخضعون لأحكام القانون التجاري. طيب من هو التاجر صاحب الحرفة الصغيرة؟ هو ذلك الشخص الذي يمارس التجارة بنفقات زهيدة. التاجر صاحب الحرفة الصغيرة هو ذلك الشخص الذي يحترف التجارة بنفقات زهيدة ليؤمن معاشه اليومي، هذا بالرغم انه محترف الا انه لا يكتسب صفة التاجر لانه من اصحاب الحرف الصغير. يبقى اذا واضح دلوقتي اربع صور للاحتراف، وهي الاستتار خلف شخص، الاثنين بيكتسبوا صفة التاجر، الانتحال، هذا المنتحل بيكتسب صفة الشخص، عدم اشتراط توافر قدر رأس مال معين لاكتساب الشخص لصفة التاجر، 4 تعدد حرف الشخص لا تحول دون اكتساب الشخص صفة التاجر طالما ان الحرفة التجارية مستقلة عن الحرفة المدنية وتعتبر هي مصدر الرئيس لرزق هذا الشخص. ده عن الشرط الاولاني من الشروط الواجب توافرها لاكتساب الشخص الطبيعي لصفة التاجر. نيجي للشرط الثاني، وهو ان يكون الاحتراف باسم ولحساب الشخص المحترف. لابد ان يكون الاحتراف باسم ولحساب الشخص المحترف. طيب وضع على الشاشة انا عايز اقول ايه. يبقى اذا لو انا عندي نائب عن القاصر، يبقى من الذي يكتسب صفة التاجر؟ النائب. لماذا؟ آسف، من الذي يكتسب صفة التاجر؟ برافو عليك يا ولد، القاصر. ليه؟ لأن النائب بيعمل باسم والحساب القاصر، اثنين، لا تثبت صفة التاجر للعمال والمستخدمين لدى التاجر. عند حضرتك في العمارة اللي تحت منك بقال، هذا البقال بيستخدم عمال ل قيام ببيع وشراء البضاعة أو السلع الموجودة عنده في المحل. هذا العامل بيعمل باسمه لحساب مين؟ بيعمل باسمه لحساب صاحب محل البقالة، وبالتالي صاحب محل البقالة هو الذي يكتسب صفة التاجر وليس العامل أو المستخدم لديه. 3، لا تثبت صفة التاجر للوكيل وإنما تثبت للموكل. لا تثبت صفة التاجر للوكيل وإنما تثبت الموكل، لأن الوكيل بيعمل باسمه لحساب الموكل. ما عدا الوكيل التجاري وما عدا السمسار، السمسار بيعمل باسمه لحساب غيره، الوكيل التجاري بيعمل باسمه لحساب غيره، ومع ذلك القانون وصفهم بالتجار أو أسبغ عليهم صفة التاجر طالما انهم محترفي اعمال السمسرة او اعمال الوكالة التجارية. هذا الوكيل التجاري وهذا السمسار بيكتسب صفة التاجر بنص القانون، بالرغم من انه بيعمل باسمه لحساب ايه؟ غيره. نعم. 4، تثبت صفة التاجر للاشخاص المحظور عليهم الاتجار اذا احترفوا الاعمال التجارية. على سبيل المثال اعضاء هيئة التدريس، هؤلاء محظور عليهم الاتجار، هؤلاء بموجب قانون عملهم محظور عليهم الاتجار. ما الحكم لو ان احد اعضاء هيئة التدريس احترف الاعمال التجارية خلافا لهذا الحظر المنصوص عليه في قانون عمله؟ ما هو الحكم؟ هذا العضو المخالف يكتسب صفة التاجر ويتعرض للجزاءات التأديبية المنصوص عليها في قانون عمله. هذا العضو المخالف بيكتسب صفة التاجر ويتعرض للجزاءات التأديبية المنصوص عليها في قانون عمله. أخيرا
لا تثبت صفة التاجر للدولة وغيرها من أشخاص القانون العام، لا تثبت صفة الدولة لا تثبت صفة التاجر للدولة وغيرها من أشخاص القانون العام. لو احنا فاكرين في المحاضرة التفاعلية قلت لحضراتكم إن هيئة مترو الأنفاق وهيئة السلك الحديدية كلاهما بيمارس العمل التجاري وهو النقل البري، ولكن هيئة مترو الأنفاق وهيئة السلك الحديدية هم أشخاص قانون عام. هؤلاء الأشخاص لا يكتسبون صفة التاجر، ومع ذلك العمل التجاري الذين يقومون به يخضع لأحكام القانون التجاري، ومع ذلك العمل التجاري الذي يقومون به يخضع لأحكام القانون التجاري. يبقى إذن لابد أن يكون الاحتراف باسم ولحساب الشخص المحترف. الشرط الثالث يا شباب أن تتوافر في المحترف الأهلية التجارية. الشرط الثالث أن تتوافر في المحترف الأهلية التجارية. طيب متى يكون الشخص أهلا للإتجار في مصر؟ متى يكون الشخص أهلا للإتجار في مصر؟ واضح على الشاشة حالتين بيكون فيهما الشخص أهلا للإتجار في مصر. واحد، متى بلغ الشخص من العمر 21 سنة غير مصاب بعارض من عوارض الأهلية أو بمانع من موانعها. يبقى بلوغ الشخص من العمر 21 سنة غير مصاب بعارض من عوارض الأهلية أو بمانع من موانعها، ذكر أو أنثى، مصري أو أجنبي، مع مراعاة وجود حكم خاص للمرأة الأجنبية المتزوجة. يبقى البالغ من العمر 21 سنة غير مصاب بعارض من عوارض الأهلية أو بمانع من موانعها، ذكر أو أنثى، مصري أو أجنبي، مع مراعاة وجود حكم خاص للمرأة الأجنبية المتزوجة، هؤلاء أهلا للإتجار في مصر. 2، القاصر البالغ من العمر 18 سنة، القاصر البالغ من العمر 18 سنة أهلا للإتجار في مصر إذا توافر بشأنه شرطان. القاصر البالغ من العمر 18 سنة أهلا للإتجار في مصر إذا توافر بشأنه شرطان. ألف، الشرط الأول يعني أن يسمح له قانون جنسيته بالإتجار في هذا السن، أن يسمح له قانون جنسيته بالإتجار في هذا السن. 2، أن يحصل على إذن من المحكمة المصرية المختصة. 2، أن يحصل على إذن من المحكمة المصرية المختصة. إذا بالنسبة للقاصر المصري رجعنا لقانون الولاية على المال، لقينا أن هذا القانون الأخير بيسمح لي هذا القاصر البالغ من العمر 18 عاما أو سنة أن يتاجر في هذا السن. يبقى إذا بالنسبة للقاصر المصري البالغ من العمر 18 سنة أهل للإتجار في مصر بنص قانون الولاية على المال، بس لازما الشرط الثاني بقى لابد أن يحصل هذا القاصر المصري على إذن من المحكمة المصرية المختصة. لكن بالنسبة للقاصر الأجنبي يتم الرجوع إلى، برافو عليك يا ولدي، يتم الرجوع إلى قانون جنسيته. إذا كان قانون جنسيته يعتبره بالغ وأهل للإتجار في هذه الحالة يحصل على إذن من المحكمة المصرية المختصة. لكن لو كان قانون جنسيته بيعتبره قاصر ويشترط لكي يتاجر توافر شروط معينة، يجب في هذه الحالة أن يتوافر في هذا الشخص القاصر الأجنبي الشروط المنصوص عليها في قانون جنسيته زائد أن يحصل على إذن من المحكمة المصرية المختصة. الفرد الثالث، لو كان قانون جنسيته لا يجيز له الإتجار في هذا السن، إذا كان قانون جنسيته لا يسمح له بالإتجار في هذا السن، في هذه الحالة مش هروح للشرط الثاني، وبالتالي هذا القاصر الأجنبي ليس أهلا للإتجار في مصر. يبقى إذن البالغ 21 سنة أو القاصر 18 سنة بتوافر الشرطين أهل للإتجار في مصر.
وما دون هذا السن لا يكون أهل الإنجار في مصر، وما دون هذا السن لا يكون أهل الإنجار في مصر حتى ولو كان قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته يعتبره راشدا في هذا السن أو يجيز له الإتجار أو يجيز له الإنجار. نيجي لي حكم خاص للقاصر أقل من 18 سنة وحكم خاص للمرأة الأجنبية المتزوجة. بالنسبة للحكم الخاص للقاصر دون السن، أنا عندي قاصر عنده 16 سنة أو 17 أو 10 سنين، والده توفي وترك له مال في التجارة، والده توفى وترك له مال في التجارة. في هذا الأمر، الأمر بيد المحكمة. عندي الوقت إيه؟ قاصر أقل من 18 سنة آلت إليه مال في تجارة من مورثه. الأمر في هذه المسألة بيد المحكمة، إما أن تقرر تصفية هذا المال وإيداع حصيلة التصفية في أحد البنوك باسم هذا القاصر، أو أن تقضي بالاستمرار في هذه التجارة. خلاص، إذا رأت المحكمة الاستمرار عليها أن تعين نائب عن هذا القاصر، عليها أن تعين نائب عن هذا القاصر. ومن الشخص الذي يكتسب صفة التاجر؟ هو القاصر. القاصر هو الذي يكتسب صفة التاجر، لأن النائب يعمل باسمه ولحسابه، مع مراعاة أن هناك بعض أحكام الإفلاس، مع مراعاة أن هناك بعض أحكام الإفلاس لا تطبق على هذا القاصر نظرا لصغر سنه، مع مراعاة أن هناك أحكام خاصة بالإفلاس لا تطبق على هذا القاصر نظرا لصغر سنه. نيجي للحكم الخاص للمرأة الأجنبية المتزوجة. المرأة الأجنبية المتزوجة، بعض القوانين العربية والأجنبية تضع قيد على أهلية المرأة ويشترط أن تحصل على إذن من زوجها، وتشترط هذه القوانين العربية والأجنبية حصول المرأة على إذن من زوجها حرصا من هذا القانون على الأسرة، حرصا على هذا القانون من أو على الأسرة. وهذا الحكم يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهو ضرورة الحصول على إذن من زوجها نظرا لألا يتعارض عمل المرأة مع كونها زوجة ومع دورها الرئيس وهو الأسرة وتربية الأسرة وإخراج نماذج مشرفة للأسرة تنفع المجتمع بأكمله وتنفع الأمة بأكملها. يبقى إذن هذه الدول، هذه القوانين العربية والأجنبية تشترط حصول إذن من الزوج قبل أن تباشر التجارة. في هذه الحالة لابد وأن تحصل هذه المرأة الأجنبية المتزوجة على إذن من زوجها، والقانون سهل الموضوع شوية. القانون المصري قال افترض أن هذه المرأة الأجنبية المتزوجة حصلت على إذن منين؟ من زوجها. القانون المصري افترض أنها حصلت على إذن من زوجها، وإذا كان قانون جنسية هذه الزوجة بيسمح للزوج أن يسحب الإذن الذي سبق وطرقه لزوجته، في هذه الحالة هذا السحب لا يكون له أي أثر بالنسبة للمتعاملين مع هذه المرأة في مصر إلا إذا تم قيد هذا السحب فين؟ برافو عليك، في السجل التجاري. هذا السحب لا يكون له أثر إلا إذا تم قيده في السجل التجاري المصري. هذا حرصا من القانون المصري على حماية المتعاملين مع هذه المرأة الأجنبية المتزوجة في مصر. بكده شباب نقول خلصنا محاضرتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.